اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. معكم في برنامجكم نهج البلاغة، ما زلنا في عهد الإمام علي عليه السلام الذي كتبه إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه. واحدة من البنود التي كتبها للأشتر النخعي قال: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. أولا خلينا نشوف ما هي المشاورة. المشاورة تفحص الآراء للوصول إلى الحق، يعني طلب الحق بسبب تفحص الآراء، صيحوا لها مشورة أو مشاورة. نحن مأمورون بإتيانها. عندنا أيضا موجود في نهج البلاغة يقول الإمام بأبي وأمي: ولا ظهير كالمشاورة. ولا ظهير يعني ولا معين، يعني أفضل شيء يستعين به الإنسان في أموره هو أن يشاور. ولا ظهير كالمشاورة. بعد عندنا أيضا في نهج البلاغة: والاستشارة عين الهداية. والكثير من الروايات، وقبل الروايات القرآن الكريم يؤكد على المشورة. لماذا؟ لأن العقول مختلفة، الإدراكات متفاوتة بين الناس، فيجب على الإنسان أن يشاور ولا يستبد برأيه. في نهج البلاغة قال عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. تفاحة لما يستذوقوها خمسة مو مثل ما يستذوقها واحد، بديهي. كل إنسان له رؤية معينة تختلف عن رؤى الآخرين، فبالمشورة بالتفحص يصل الإنسان إلى الحق وإلى الأمر الصائب. المشورة للإنسان ضرورية، وللحاكم تكون أهم، لأنه لنفس الإنسان إذا كانت المشورة لغرض شخصي فضررها قليل، يقع فقط على الإنسان الذي لم يشاور أو الذي لم يشاور الرجال الذين أهل للمشورة. لكن للحاكم أهم وأهم وأهم. ليش؟ لأن فيها يكون ضرر على الأمة، ضرر على العامة، ضرر على الرعية،
إذا لم يشاور أو إذا شاور الرجال الذين هم ليس أهلاً للمشورة. يقول الإمام لمالك: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفاضل. البخل شنو؟ البخل هو الإمساك عما ينبغي البذل، والإسراف هو البذل عما ينبغي الإمساك، وكلاهما مذمومان. اثنيناتهم البخل مذموم والإسراف أيضا مذموم، وقد نص القرآن الكريم على ذلك. نستنتج من هذا: يجب أن تكون وسطية في الأشياء، يجب أن يكون قصد في الأشياء. حتى الاقتصاد، الاقتصاد شو يعرفه؟ هو الإنفاق بقدر الحاجة الضرورية. يجتنب الإنسان حدي الإفراط والتفريط، هذا الاقتصاد. واقصد في مشيك مثلا، يعني اعتدل في مشيك، لا تمشي مشية المتكبرين ولا مشية الأذلاء والضعفاء واللي يستهان بهم. يقول الإمام لمالك: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا. ليش؟ يقول له: يعدل بك عن الفاضل. يعدل يعني يميل بك عن الفاضل. الفاضل شنو؟ يعني الإحسان. يقول له: البخيل ما يخليك تسوي إحسان، البخيل ما يخليك تسوي إحسان، وهذا هو أشد البخل. اللي شي يصيحوا له؟ يصيحوا له شح. الشح هسه أبين لك شلون البخل يقسم إلى ثلاثة أقسام، فيه ثلاثة أضرب. البخل يقسم إلى ثلاثة أقسام. الإمام سلام الله عليه يقول للبخيل: لا تدخل بمشورتك، لأن هذا ما يخليك تسوي إحسان. بعد: ويعدك الفقر. الفقر يعني الاحتياج. يقول لك: أنت إذا بذلت لحتصير فقير، تكون محتاج. الإمام صلوات الله عليه يقول للمالك: البخيل لا تدخله في مشورتك. أمينا يميل بك عن الفاضل، ما يخليك تسوي فاضل. وكذلك يقول الإمام: ويعدك الفقر، أي يعدك الاحتياج. فاصل قصير وللحديث تتمة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نهج البلاغة. البخل على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام. القسم الأول: بخل الإنسان بماله على نفسه. القسم الثاني: بخل الإنسان بماله على غيره. القسم الثالث: بخل الإنسان بمال غيره على نفسه وعلى غيره. وهو هذا يصيحوا له الشح، اللي هو البخل بمال الغير. يعني الحاكم يريد
ينطي إلى رعيته بيوت أو قطع أراضي أو يجي هذا يقول له لا لا تنطي، بخل بمالي غيره. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الحديث في ذكر السيد النقوي طيب الله ثراه، لما يمر على شرح عبارة من عبائر نهج البلاغة اللي تخص البخل، يقول صلى الله عليه وآله: البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. بعد يقول صلى الله عليه وآله: جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل، وأدوى الداء البخل. ليش؟ لأنه يقود الإنسان إلى الرذائل. في نهج البلاغة الإمام علي صلوات الله عليه يقول في قصار الحكم، يقول: البخل جامع لمساوئ العيوب، البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام، يعني شريط، سير، حب، سمي ما شئت، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وإن شاء الله تعالى أمر على هذه العبائر أشرحها بالتفصيل الدقيق. زمام تقاد الناقة بالسير بالزمام إلى المكان اللي يريد القائد، كذلك البخل. البخل شو يسوي؟ يقود للإنسان إلى الرذائل. مو البخيل بمقدار ما هو بخيل بماله كريم بعرضه، الكريم بمقدار ما هو كريم بماله بخيل بعرضه. شوف الفرق: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفاضل ويعدك الفقر. هذا للشاورة، لا تتفحص الآراء وياه. وبين الإمام صلوات الله عليه لماذا بعد: ولا جبانا يضعفك عن الأمور. كذلك الجبان لا تدخله في مشورتك. ليش؟ لأن هذا الجبان غير قادر على مواجهة المشكلات والمعضلات، هو غير قادر، هو جبان، معضلاته مشاكله ما يواجهها. زين شلون إذا واجه مشاكل الأمة؟ الجبن من الغرائز الشتى اللي هسه أبين الإمام صلوات الله عليه ماذا يقول، من الغرائز السيئة مثل البخل. بعد هناك من الناس اللي يتصف بالشجاعة، وهناك من يتصف بالجبن. قد واحد يقول: أضحت تشجعني هند وقد علمت أن الشجاعة مقرون بها العطب. لله قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى نيرانها وثبوا. يقول: فلست منهم جبان ولا أبغي فعالهم، لا الموت يعجبني منهم ولا السلب، لا والذي جعل الفردوس جنته، ما يشتهي الموت عندي من له إرب.
وتشوف عنتر كان يقول حصاني كان دلال المنايا وخاض غمارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ينسب إلى الإمام علي سلام الله عليه: أنا الصقر الذي حدثت عنه، عتاق الطير تنجدل انجدالا، وقاسيت الحروب أنا ابن سبع، وقاسيت الحروب أنا ابن سبع، فلما شبت أفنيت الرجال. والنعم يا أبا الحسن، فلم تدع السيوف لنا عدوا، ولم يدع السخاء لدي مالا. نعم، الإمام سلام الله عليه يقول للجبان لا تدخل في مشورتك بعد، ولا حريصا. الحريص الإمام يقول له يزين لك الشره بالجور. الحريص من هو الحريص؟ هذا اللي كل شيء يشوفه يريده، عنده حرص على الأشياء. هذا شو يسوي؟ يزين لك الشره. الشره شنو؟ يعني الإفراط بالملذات، يزينها لك بيش؟ مو بالحق، بالجور، يعني بالظلم. أيضا بأبي وأمي، يقول له هذا أيضا لا تدخله في مشورتك، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. ظني ثلاثتين، غرائز شتى يعني طباع متفرقة يجمعها سوء الظن بالله. يعني البخيل سيء الظن بالله، الجبان سيء الظن بالله. البخيل شلون سيء الظن بالله؟ يخاف ينفق. ليش؟ لأنه ما عنده حسن ظن بالله بأن يعطيه، بأن ينزل عليه الخير، بخيل. كذلك الجبان ما عنده ثقة بالله، كذلك الحريص ما عنده ثقة بالله. فلو كان عند البخيل ثقة بالله لأنفق، لو كان عند الجبان ثقة بالله لأقدم، لو كان عند الحريص ثقة بالله، وهكذا. لا يزين للوالي الشره بالجور، أصلا ما يكون عنده حرص. فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. على أمل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.